انظر في حال الأنبياء كيف ينسبون النعم إلى الله. موسى ماذا قال؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نبينا عليه الصلاة والسلام ينسب النعم إلى ربه جل وعلا دائما. الصحابة أخذوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن رواحة يرجز في وهم يحفرون الخندق يقول والله لولا ويقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا فإن يريدوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويردد. العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية هذا رجل الذي بلغ الاجتهاد المطلق هذا الموسوعة المستودع من مستودعات العلم الذي رزقه الله عز وجل علمه فماذا يقول؟ كان ينزل من القلعة فيضع التراب على رأسه تذللا لله وتحقيرا للنفس حتى لا تشمخ ويقول أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتيها من عنده يأتي. هكذا كانوا معن بن زائدة لما دخل عليه أعرابي أراد أن يستفزه معن بن زائدة يعني مشهور بالكرم يعني يضرب به المثل في الجود والكرم فقيل قال أناس بأن قال الأعرابي سأستفزه قالوا لن تستطيع قال سأفعل. فدخل عليه وقال له أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال إي والله إني أذكر ذلك وكان ملك يعني قال إي والله إني أذكر ذلك. فقال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال اللهم لك الحمد تعز من تشاء وتذل من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعطي من تشاء. فقال له طبعا قصيدة طويلة فقال له فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. قال أعطوه 3000. فلما قال له بأني والله ما دخلت إلا اختبارا لك قال زيدوه أعطوه 3000 أخرى. المقصود أنه الإنسان يجب عليه أن ينسب النعم إلى الله عز وجل. هذا الذكاء اللي عندك وحصلت فيه على شهادة هذا ليس بكدك ولا بكد أبيك ولا بفهمك ولا بعقلك هذا من الله. ولولا الله ما نجحت لولا الله ما توفقت. ولو أراد الله أن يسلب عقلك لفعل جل وعلا فتصبح من مع في رتبة البهائم لا عقل لك. لذلك احرص واحذر أن ترى نفسك. يجب عليك أن تظهر فقرك بين يدي الغني الحميد سبحانه وتعالى. فأنت فقير فقر ذات وفقر صفات والله تعالى له الغنى المطلق سبحانه وتعالى.